أول حاجة إن أنا سعيد أكيد إن أنا موجود معاك وموجود في روسيا، موجود في الحلم اللي الواحد كان الحمد لله يمكن على مدار تاريخي وحياتي الكروية عندي أهداف وعنده طموح، بمشي بتدريجا يعني ما باخدش كل حاجة ورا بعضها بسرعة، لا بحط هدف هدف الحمد لله لغاية ما وصلت لكل أهداف. يمكن الهدف الوحيد اللي يمكن وقف في طريقي شوية هو ان انا موجود دلوقتي اللي هو الوصول لكأس العالم.